ورجعنا لكم بعد الفاصل وفقرة مهمة جدا وتهم كل اللي بيعانوا من آلام المفاصل والعظام. منورني النهاردة دكتور سامي أنديل استشاري أول علاج الألم، ودكتور يوسف سراج الدين استشاري جراحات العظام والكسور وعلاج المفاصل. والنهاردة هيكلمونا عن خشونة المفاصل والانزلاق الغضروفي. خليني أرحب بدكاترتنا اللي بينوروني دايما في البرنامج وبنستفيد منهم جدا. ازيك يا استاذ؟ اول سؤال يا فندم، ايه بقى الحقن والتردد الحراري؟ تمام، ايه الفرق ما بينهم؟ اولا كلمه التردد الحراري دي يعني الحمد لله بقت واصله لناس كتير، وناس بدات تاخد عنها فكره، والحمد لله. يعني احنا لما كنا بنتكلم عنها من 5 6 سنين ما كانش حد فاهم يعني ايه كلمه تردد حراري. ده جهاز كبير، ويعني جهاز له وظائف قويه جدا، وبدا فعلا يفيد قوي في علاج الالم، لان علاج الالم بقى طب يدرس، وفي ماجستيرات وفي دكتوراه وفي زمالات. الموضوع بقى كبير، علم زي علم النساء والتوليد، علم جراحه العام، كل حاجه يعني بقى علم له تفاصيل كبيره جدا. فالجهاز ده من ضمن الاجهزه اللي بنستعين بيها جدا، وبنستخدمه في حاجات كتير قوي. في كل ألم مشاكل الام المفاصل، الام العمود الفقري، مشاكل الاعصاب، كل خشونه الركبتين. الجهاز اساسه ان احنا ازاي نتغلب على الالم، لان هو له وظائف كتير جدا جدا. طيب المريض لما يسمع كلمه التردد الحراري متخيل ان ده حاجه هو بيروح يعملها، لا، ده دي جهاز دكتور علاج الالم ودكتور المفاصل هو يعني اللي بيستخدمه. بيجي عند حضرتك في المركز، وبيتعالج بعد طبعا يعمل الاشعاعات اللازمه والتحاليل اللازمه، ويجيبها لحضرتك ونحدد هل احنا المريض ده محتاج ان احنا هنعمل الحقن، والحقن ده له درجات واشكال، ويبدا من حقن البلوروثيرابي او المغذي زي ما الناس متفاهماه، لحد ما نوصل ان احنا ممكن نحقن بلازما وخلايا جذعيه في الاماكن اللي احنا عندنا فيها المشكله. لكن الاثنين ممكن يتعاملوا مع بعض؟ الاثنين بيتعاملوا مع بعض في حالات بقى ايه كبيره، زي واحد عامل عمليه كبيره في ظهره، حد انزلاق غضروفي مثلا، عمليه انزلاق غضروفي او تزحزح فقري، فمركب شرايح ومسامير، وده مش حاجه كان الجراح غلطان، لا، المريض ده كان رايح للجراح باعراض شلل والعياذ بالله. هل يقول له اتفضل عيش في حياتك كده وما تروحش حتى التواليت؟ لا، الجراحه في الوقت ده بنسبه 95 ممكن توصل ل 100% المريض محتاجها ويقوم يمشي بعدها. هل انا اسيبه؟ لا، المريض ده هيتعمل له عمليه جراحيه لانه عنده بدات تظهر عنده اعراض شلل. طب لو جت لحضرتك حاله لما يجي بعد كده اللي هو عنده اعراض شلل زي ما حضرتك بتقول، اخده من ايده بنفسي انا واديه للجراح، لازم العمليه؟ 95% ما عندهمش اعراض الشلل خالص. محدش بيوصل للمرحله دي غير لما يبقى عنده اعراض واضحه وصريحه. تلاقي المريض من اول يوم ساعه ما يجي له انزلاق غضروفي دخل وانزلق وانفجر ووصل للنخاع الشوكي، يبدا المريض 24 ساعه بيصوت، سوري في التعبير، كأن واحده بتولد او واحد بيتحرق، لا يستجيب لاي مسكنات، بيجروا بيه في كل حته. و24 ساعه المريض ده المفروض اول ما يدخل لجراح فاهم يبص عليه، طبعا بيبقى فيه رنين مباشره، طبعا يبص عليه ويشخص حالته، يقول له محتاج عمليه جراحيه. للاسف المريض ده واهله بيردوش يعملوا العمليه. تخيل حضرتك المريض ده بالذات رغم الالام اللي عنده ويخافوا بقى من العمليه، دول بالذات سبحان الله مع العلم هو ده اللي محتاج العمليه، يقعد يتنقل من هنا لهنا ومن هنا لحد ما يوصل، بدات الالم يبدا يقل، تبدا وش رجليه يقع ويحصل له سقوط في القدم، يبدا والعياذ بالله شلل في رجليه، يبدا ما يعرفش يتحكم في البول والبراز، ونبقى دخلنا في مرحله مش كويسه. هو ده المريض للاسف اللي ما يشخص صح من الاول ويحتاج العمليه هيقوم يجري تاني وهيخف. انما بقى اللي يقول لك انا ظهري وجعني، انا بقالي شهر كده حاسس ان انا ظهري بدا يضايقني جدا، انا ما بقف في المطبخ اعمل اي حاجه يا دكتور ظهري بيوجعني، اما بمشي مشوار لازم اقعد بعد شويه، بيجي لي صرخ في رجليا، بيجي لي كهرباء، بيجي لي الام جامده جدا بتصحيني من النوم او كرامبات، المريض يبدا حاسس ان ظهره بيتفتح نصين كده، المريض مش قادر يقف، بدا يمشي يتعب في شغله، بدا يفقد وظيفته بسبب كل التفاصيل دي، مش محتاج عمليه جراحيه، ده محتاج ندخله تحت بند علاج الالم. دكتور لو سمحت عايزه اعرف الانزلاق الغضروفي بيجي اكتر للستات ولا للرجاله؟
في الغالبيه بيجي للي عندهم المشاكل الصحيه الاكثر او اللي عندهم البري ديسبوزنج فاكتور زي ما احنا بنقولها، عوامل الاكبر شويه. يمكن الستات بتبقى اكتر في نقطه معينه ان دايما بتبقى عضلاتهم ضعيفه، فدوت ما بيديش استقرار للفقرات القطنيه خاصه، لان ديت الجزء من العمود الفقري اللي بيبقى عليه حركه كتيره، وده اخر جزء في السلسله الفقريه، فبيبقى عليها الضغط الاكبر شويه. فضعف العضلات اللي احيانا بيبقى موجود مع السيدات بالاضافه طبعا الى الوزن، ده بيبقى عامل اساسي ورئيسي ان بيحصل الانزلاق الغضروفي للسيدات. بالنسبه للرجاله بيبقى اكتر نتيجه طبيعه شغلهم، يعني اللي بيبقى بيشيل حاجات تقيله، اللي بيقف فترات طويله، مع زياده الوزن وتقدم العمر وكل دوت بيعمل ضعف في العضلات، فبيدي عدم استقرار في الفقرات القطنيه، فده بيبقى احد العوامل اللي بتخلي الانزلاق الغضروفي يحصل. الانزلاق الغضروفي دايما اشهره بيبقى اسفل الظهر او المنطقه القطنيه، لان ديت اكتر منطقه فيها حركه، يعني احنا عندنا الفقرات الصدريه ما بيبقاش فيها حركه كتير قوي، فالانزلاقات الغضروفيه اللي فيها بتبقى ضعيفه شويه، مش مشهوره قوي، لكن الفقرات القطنيه هي الاخيره، فبتبقى شالت وزن جذع الجسم كاملا مع الحركه اللي موجوده فيها. ودايما بيبقى الموضوع اما انه يكون تراكمي الوزن الزياده مع الحركات الغلط، او حاد شال حاجه تقيله، رفع حاجه تقيله، عمل حركه غلط. بيقولوا دايما لما نوطي نشيل حاجه نتني ركابنا كده، بالظبط، يعني ما ننزلش كده بالظبط. الانحناء لقدام دوت لما بتيجي تنحني لقدام وتتعدلي، انت بتحطي وزن جسمك كله او جذعك كله مع اللي انت رافعاه وانت بتقومي، فكل ده ضغط على الفقرات القطنيه اللي هي اصلا ضعيفه وما فيهاش عضلات قويه، فدوت بيبقى النقطه تريجر بوينت، النقطه اللي حصل عندها الانزلاق او اللي حصل عندها الانفجار او اللي حصل عندها الالم. فالغالبيه المريض بيبقى عنده الام في ظهره بس هو متعايش معاها، بياخد شويه مسكنات، بيعيش حياته بيها لغايه ما تحصل النقطه ديت او تحصل الحركه ديت او تكرار النقط الصغيره مع بعض، فبيحصل الالم الشديد اللي بيجي اول مره. للاسف زي ما الدكتور سامي قال ان احنا 95% بتبقى مشكله الانزلاق الغضروفي انها بتبقى ضغط على الاعصاب الحسيه. احنا عندنا نوعين من الاعصاب اللي بيبقوا خارجين من العمود الفقري، الاعصاب الحسيه والاعصاب الحركيه. اول حاجه بتتاثر بتبقى في الغالبيه الاعصاب الحسيه، الاعصاب الحسيه ديت هي اللي بتعمل الاعراض بتاعه الالم، التنميل، الوجع، عرق النسا، الاعراض اللي هي ما بيبقاش فيها تاثير للحركه، ما عندناش لا قدر الله شلل، ما عندناش صوت في القدم، ما عندناش عدم تحكم في البول والبراز، كل دولت بيندرجوا تحت بند الالم. العلم عمل حاجة جديدة اسمها علاج الألم. علاج الألم دوت كنا أيام زمان كان في بعض الحالات المستعصية، بداية ظهور علاج الألم كان ظهر مع الناس ربنا يحفظنا جميعا أمراض الأورام، في الغالبية مريض الورم اللي وصل للحالة الرابعة أو الحالات المتقدمة اللي ملهاش جراحة، فبيبقى عايش في ألم. فإحنا بنتكلم على إنه عايز حاجة اسمها بالياتيف تريتمنت، إن إحنا محتاجين إن هو الفترة اللي هيعيشها ما يبقاش متألم. فلما كان بيروح لدكاترة الأورام عشان يعملوا له الجراحة، مالكش جراحة، طب أنا متألم دلوقتي، ما ينفعش نسيبه في ألم. فبدأ يظهر حاجة جديدة اسمها علم الألم، علاج الألم. إن إحنا خصوصا حضراتكم قلتوا قبل كده إن المسكنات دي مضرة جدا بتضر، لا إحنا بنوصل لمرحلة أصلا لو يدخل المريض فشل كلوي بسبب مسكنات. بالظبط، دي حاجة خطر جدا، يعني ما ياخدش مسكنات الا بارشاد الطبيب. طبعا احنا بنوصل لمرحله من اتنين، يعني متى هو الالم بدا يعمل له مشاكل في الكلى فمضطر ان هو يوقفها، او عملت له قرحه في المعده والاثنى عشر فمش قادر ياخدها، يا اما المسكنات ما بتجيبش نتيجه. احنا وصلنا مراحل ما بعد ذلك. فبدا يظهر علم الالم عشان نعالج الناس اللي عندها الام مبرحه لا تستجيب للجراحه، او ما ينفعش نعمل معاها الجراحه ولا تستجيب للمسكنات البسيطه. بدا بعد كده علم الالم دوت يتفرع شويه. طب احنا ليه نستنى للمريض دوت؟ طب ما في ناس ثانيه عندها الام ابسط شويه، مش لازم يبقى عندي ورم عشان ويقول ان دوت الم انا محتاجه. صحيح. بدا يظهر الام المفاصل، الام الانزلاقات الغضروفيه، العمود الفقري بدا يعني يتشعب. يعني هو بدا الاول متخصص في حته معينه انها الحاجات الشديده قوي، الحاجات اللي العلم وقف عاجز عنها، ان احنا بس بنخليهم يعيشوا الفترات المتبقيه في حياتهم من غير الم. لان احنا اي حد بيشتكي من الم، ما هو انت لما تشتكي من الم احنا ايه سبب الالم؟ فبدا يظهر عندنا ايه الحاجات اللي مسببه للالام ديت، وان احنا نقدر نعالجها اصلا بدون المسكنات. لان مشاكل المسكنات دكاتره الكلى دلوقتي يقولوا لك ان اكتر من 75% من المرضى اللي موجودين على اجهزه غسيل الكلى كلهم عندهم تاريخ طويل من استخدام المسكنات. حلو. يعني احنا 25% بس هم اللي جالهم مشكله نتيجه امراض مزمنه، نتيجه ربنا قدر لهم ان يكون عندهم مشكله في الكلى، و75% منهم بسبب الاستخدام السيء لفترات طويله من المسكنات. طب ما احنا ممكن ننقذك، ننقذ المعده بتاعتك. صحيح. ما يجيلكش قرحه، ما يجيلكش الفشل. بس انت حياتك برضو لما بتحن بتدي مسكنات في الحوار؟ اطلاقا لا لا خالص. لا الحقن له خطوات كتير جدا، من مثلا في خشونه الركبتين احنا بنشوف. طب قبل ما نتكلم في الموضوع ده بعد اذنك يا دكتور نشوف التقرير اللي معانا. اتفضل. اتفضل يا استاذ مجدي. Thank you.
سامي جنديل والدكتور يوسف بيتكلموا في التلفزيون وشرحين الحقن قدامي في التلفزيون. فأنا شفت الحقن وشفت الطريقة، جت حاجز بالطريق بالتليفون. وجيت اسكندرية من شهر خدت جلسة، وجيت النهاردة عشان ناخد الجلسة التانية. طب الجلسة طريقتها بتوجع في حاجة بتضايق؟ لا مفيش حاجة بتضايق والله. عين الدم بلازمة مش كارت ولدك معاك مش كارت زوج زي الناس ما بتقول ولا حاجة. الحمد لله كل حاجة تمام وربنا إن شاء الله، وفي لسه جرعة تالتة ربنا قدني في الشفاء. ربنا يبارك لك، اهتم بتوازنك كويس ما شاء الله، اهتم بشرب المية. وأنا لسه كنت بحكي لك أقول لك روح صلي، اقعد اسكافش كتير عشان الوقفه كتير بتعمل. انما لا ان شاء الله ان شاء الله هيبقى في تقدم. ثاني ما الصبح في التلفزيون وراح ادلق ان شاء الله، ما فيش عمليه ولا حاجه، انا ممكن اعاني من الملازمه. فجيت على طول بصراحه، يعني الناس ممتازه جدا جدا فوق الوصف، ومش في اعلان ولا شو ولا كلام من ده خالص، ده عن تجربه. بقى لي اربع خمس شهور مع الدكتور سامي والدكتور يوسف الحمد لله، والحمد لله في نتيجه ممتازه الحمد لله. واحده واحده الست هلا كانت من درجات الخشونه العاليه، كانت من الدرجه المتقدمه، وكان مكتوب لها تغيير مفصل، لكن الحمد لله ربنا نجاها منه، وكان بيها تجربه معانا حققت معانا تقريبا حوالي ثلاث مرات، مره اكسجين منشط في تحسن ملحوظ قوي عندها، بس فاضل شويه التهابات، هنكتب لها شويه علاجات وادويه ليها والموضوع هينتهي. والحمد لله الحمد لله ربنا نجاها من المفصل، وربنا يكتب لها السلامه والشفاء دايما ويجعلها بحسن صحتها دايما. احنا بنشكر ربنا الاول، ثم الدكتور سامي جنديل، ثم الدكتور يوسف، هم ليهم الفضل في علاج زوجتي، وربيتها بقت حلوه الحمد لله من اول حقنه والله بقت 100 100. بس طبعا احنا جينا تاني عشان خاطر تعبها، الدكتور سامي قال هتيجي برضه عشان خاطر نسبه الاملاح ونشوفها، والحمد لله بقت حلوه حلوه جدا، وربنا يبارك لك يا دكتور سامي والدكتور سامي. كلام فاخر. ايوه دكتور، كنا بنقول ايه بقى؟ كنا بنتكلم بقى ان في علم علاج الالم زي ما دكتور يوسف بيشرح، المريض اللي عنده خشونه ركبتين الحمد لله رب العالمين ما بيوصلش بفكره علاج الالم وطريقه الطرق الحديثه اللي بنستخدمها ان هو يقولوا له اعمل تغيير مفصل، ودي نقطه مهمه جدا. لان المريض اللي بيعمل تغيير مفصل تفاصيله مختلفه تماما، وانا اسف الكلمه دي، احنا مفصل بيفشل في مصر لمليون سبب، ومبدئيا الوزن لوحده بيخلي المريض يقعد في الارض ما بيمشيش. طب انا عايز اوصلك لمرحله انك انت ان شاء الله ما تعملش العمليه دي، ابدا معاك بدري. علشان كده احنا واخدين خطوات، يعني برضو قصه الحقن ليها تفاصيل كتير جدا، وانواع الحقن مختلفه كتير. المريض لما بيتحط في بروتوكول علاج خشونه الركبتين بيعوز ممكن يحتاج من جلسه ممكن نوصل لاربع جلسات. نوعيه الحقن في زي ما قلنا ممكن نستخدم البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه، الخلايا الجذعيه، البرولوثيرابي او المغذي، الملينات، بعض الحالات ممكن نوصل لدرجه ان احنا نعمل له تردد حراري نقفل مسارات الاعصاب ونمنع احساس الوجع. انما انا عندي مريض شفته وقيمته والدكتور يوسف كشف عليه وشفنا الاشعاعات ولقينا ان هو محتاج اربع جلسات. حقيقي بجد الموضوع ده ساعات تفاديا او يعني معايشه لوضعنا الاقتصادي، احنا فعلا اخذنا قرار، وحضرتك بقى يعني انت مشجعانا على الحكايه دي، ان احنا نبدا فعلا نعمل تخفيضات. فعلا دكتور في ناس دي حقيقه المريض يعني ده محتاج اربع جلسات ساعات ما بيقدرش يكمل برغم الحمد لله اربع مين احنا مش اول ما بيحس بتحسن من اول جلسه بيقول لك خلاص بقى انا مش عايز اروح. ده اللي مع العلم ان احنا لما يقف عنا نجيبهم تاني عشان يكملوا العلاج. دي حقيقه، لان هو فعلا الحمد لله بيبدا يحس بتحسن ويبدا يقول لك ايه طب ما خلاص يبقى انا كده. لا هو محتاج جلسه واثنين، هو مش فاهم قوي زي ما حضرتك تقرر يعني احنا بنبقى قايلين له ومفهمينه. علشان كده انا دايما اقول له يعني احنا محتاجين ثلاث جلسات، هتحس بالفرق ان شاء الله من اول مره. بس انا ببقى يعني عايز اقول اكثر عليه لازم تكامل، احنا بنبني غضروف تاكل في سنين، مش هيبقى في يوم وليله. انت محتاج فعلا في بعض الحالات وفي بعض الناس الامور الاقتصاديه صعبه، واحنا عايشين في بلد وكلهم اهالينا واخواتنا طبعا. ففعلا يعني من خلال انتوا ما شاء الله عليكم فاتحين في 15 محافظه فيعني اهالينا بقى بتاعت المحافظات دي حقيقه مش ليهم خاطر عندنا، والبرنامج هتعملوا لنا خصم لاهالينا دول قد ايه؟ الجلسه الاولانيه هنبدا بتخفيض من 20 ان شاء الله في المية لحد ما نوصل ل 75%، والمريض فعلا بفضل الله ان شاء الله اما يكتمل شفاءه وخد الجلسات اللي هو كان محتاجها ويبدا بالفرق. لو احتاج الجلسه
اللي فيها بقى اكسجين او مغذي او بلوروثيرابي دي بتتعمل كومبليتلي مجانا وفري للمريض. ليه؟ لان انا فعلا ببقى سعيد مش المريض اكيد اكيد حقيقي صدقيني طبعا. الجراح وهو في اوضه العمليات والعمليه بتنجح بيحس بساتسفاكشن واحساس طبعاً. بالفخر كامل جدا طبعا. انا كمريض كطبيب والمريض قدامي قال لي ان انا خفيت وبقيت كويس انا ببقى سعيد جدا دي حقيقه لان يعني قصه احساس ال المريض يديك احساس الرضا ده عند الدكتور بالنسبه للمريض حاجه مهمه جدا وبتشجعك على الشغل. فالجلسات لها خطوات والحمد لله رب العالمين احنا بدانا فعلا بعيدا الحمد لله ان احنا الناس عارفه ان احنا من يعني بنراعي جدا الوضع الاقتصادي بنراعي جدا الظروف. لا وبعدين انتوا يعني جزاكم الله كل خير عاملين خصم من 20% ل 75% وعشان خاطر حضرتك الكلام ده رسمي ايه وعشان خاطر حضرتك الكلام ده رسمي هيتطبق رسمي مع مجلس اداره وهنرتب الدنيا والامور عشان يكتمل عدد الجلسات. الدكتور يوسف يحكي لحضرتك ازاي المريض بيبقى جاي بيتحسن ويقول له هنعوز الجلسه الثانيه بص للمريض يبص له كده ما هو بيحسبها يا دكتور عنده مصاريف مدارس داخله وعنده معيشه وعنده فلازم انتوا يعني دي حقيقة المفروض ارحم الناس بالناس دي. احنا اخذنا قرار بالاتفاق مع حضرتك دي حاجه هتبقى خاصه لبرنامج كلام فاخر ان العيان اللي هيجي ان شاء الله ويقول لنا ان اتفرج علينا في برنامج كلام فاخر ان شاء الله هيبقى ليه تدرج في الخصم مع كل حقنا. لو انت جيت وقدرت تاخد الحقنه الاولانيه وعندك مشكله في الثانيه لا احنا بنوعدك ان انت عشان خاطر برنامج كلام فاخر هيبقى ليك خصم مع كل حقنه بالتدرج. الحقنه الثانيه هيبقى فيها 25% والحقنه اللي بعدها 25% وزي ما عملنا قبل كده وده احنا ما بنمنش على حد ده حقهم علينا. المريض اللي مش قادر يكمل وجي قال انا مش قادر اكمل احنا هنكمل لك حتى لو انت مش قادر عليها خالص ما عندناش اي مشكله خالص المهم ان انت تخف وان انت تبقى كويس. الهدف الاساسي مش ان انا ابدا وما اكملش انا السعاده زي ما الدكتور سامي قال لما العيان بيجي يدخل العيانه تبقى بتدعي لنا الدعوات اللي بتبقى في البيت ديت اهم كتير قوي والناس اللي بتيجي بتبقى مبسوطه وبتبقى فرحانه انها خفت. بعض الناس بيجي مثلا من الحقنه الاولانيه انا ما اتحسنتش يا دكتور العلاج بتاعكم ما جابش معايا نتيجه بنقعد نقول لهم الثالثه الرابعه معلش انت بقالك 10 15 سنه بتشتكي صحيح. لما تقعدي معانا 3 4 شهور كان ايام زمان زي برضو قبل الفاصل لما قلنا ان احنا هل في مسكن احنا بنحقنه ولا لا احنا قلنا لا احنا ما بنحقنش مسكنات خالص اي مسكن هنحقنه اقصى مسكن ممكن تحقنيه هيشتغل 24 ساعه طب وبعد ال 24 ساعه العيان ينزل من عندها يبقى مبسوط طب وبعدين او حقن الكورتيزون اللي كنا بنحنه ايام زمان بيدي صحيح. احساس زائف مؤقت بالتحسن العيان يقول لك انا رحت للدكتور وخفيت وبقيت بجري يا دكتور لمده شهرين وبعد كده يحصل تاكل زياده في المفصل فيحصل تدهور للحلق اكتر فاحنا توقفنا تماما عن الحقن الحاجات ديت لانها بتعمل مشاكل كتيره وبدانا العلم قدم لنا حاجه جديده خطواتها طويله وبطيئه شويه لكن نتائجها مضمونه هي محتاجه سياسه النفس الطويل تعالى احنا من اول جلسه بنقعد مع العيان وبنحدد له انت محتاج 1 2 3 عندك التهابات لازم نعالجها عندك وزن زياده ده لازم نقلله عندك مشاكل صحيه زي الضغط او السكر الغير منضبط او الروماتويد لازم نظبطها واحنا هنصلح لك اللي موجود اللي اتاكل بقاله سنين وهنمشي مع بعض خطوه بخطوه. طب احنا وعدنا الناس اهالينا في المحافظات كلها في 15 محافظه انه الخصم هيبدا من 20% لحد 75% بالزبط. والجلسه الاخيره اللي هي بقى بنقفل فيها ونختم على كده هنختم عليها هلا فخ دي هتبقى فري هتبقى ببلاش بس المهم ان انا عايزه اناشد تاني وتالت ورابع الشباب ولادنا مامتك حاسه بحاجه خدها وديها على طول الحق في الاول بدل ما تدخل في مشكله تانية وانت برضو اللي هتقعد بيها فيا ريت عشان تدعي لك دعوتين حلوين تاخدي حماتك تاخدي خالتك تاخدي عمتك وتوديها المراكز دي حتى لو الوجع بسيط خدوهم برضو للاطمئنان مش هنخسر حاجه عشان زي ما دكاترتنا قالوا انه لما بتتلحق في الاول بتبقى المساله سهله جدا ان شاء الله ربنا يشفي ويعافي الناس جميعا ان شاء الله. الفقره اللي جايه بقى هنشوف تقرير مع الدكتور كريم صبري استشاري جراحات السمنه المفرطه والمناظير واستاذ الجراحه العامه وجراحه المناظير كليه الطب جامعه عين شمس.